أزول في اللوم، شون مينديز وحيد وليس لديه حبيبة. لا شك أنك تتساءل، هل هناك علاقة حب بين المغني الكندي شون مينديز والمغنية الكوبية الجميلة كاميلا كابيو، أو بينه وبين العارضة والممثلة هيلي بالدوين؟ إذا كنت تبحث عن الجواب فأنت في المكان الصحيح. في حفل ميت غالا الماضي كنا شاهدنا الثنائي هيلي وشون يسيران على السجادة الحمراء، ومعروف أنه إذا صار فيها شخصان مع بعض فهذا يعني أنهما يحبان بعضهما أو أنهما يعلنان علاقتهما العاطفية للملأ وأمام الكاميرات، كما حصل مع سيلينا جوميز وذا ويكند عام 2017، أو كما حصل مع جيجي حديد وزين مالك عام 2016. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك هذه المرة بالنسبة لشون مينديز، فكما سبق وقلنا فقد أكد بنفسه في أحد لقاءاته الصحفية اليوم التالي بعد ميت غالا لهذا العام، قال: إن هيلي مجرد صديقة بالنسبة لي، أحبها بعفويتها وروحها المرحة، وهو نفس الشيء الذي قاله عن كاميلا كابيو، إنها صديقة مميزة لي، أحبها كثيرا، إنها الشخص الوحيد الذي يحس بالحب والألم عندما يكون قريبا منها. وكاميلا سبق لها كذلك أن عبرت عن هذا الأمر في حسابها على تويتر، حيث قالت: أنا أحبك شون، أنت صديق جيد، سعيدة لأنك في حياتي. وفي أحد اللقاءات مع مجلة إي نيوز عندما سألته المذيع عن حالته العاطفية الآن، أجاب شون: أنا سينجل، أي لا أحد في حياته من الناحية العاطفية. وأضاف: كانت حفلة الميت تجربة مدهشة بالنسبة لي، لقد كانت رائعة للغاية بطريقة لا تصدق، كنت محظوظا للغاية في المرة الأولى التي أذهب فيها إلى هناك لأتمكن من الذهاب مع شخص مثل هيلي لأنها دقيقة، وأنا معجب حقا بالناس مثلها بسبب مدى خبرتها في مثل هذه التجربة. وتابع شون قائلا: لقد أجبرتني على النهوض والتحدث مع الناس الذين كنت سأشعر بالرعب عندما أتحدث إليهم، حتى أني قابلت العديد من الأشخاص الرائعين بسببها، إنها حقا مميزة وجد لطيفة. إذن من هنا لا يمكننا أن نستنتج سوى أن هيلي بالدوين وشون مينديز هما فقط مجرد أصدقاء ولا شيء جدي بينهما، ولكننا لا نعرف ما الذي سيحصل في المستقبل، إذن فلننتظر. ما رأيكم أنتم؟ اتركوا لنا رأيكم في تعليق. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم.